عندنا أزمة اجتماعية مع الإبداع، وده واضح جدا في مبانينا وفي شوارعنا وفي كل عاداتنا وتقاليدنا، في أزمة إبداع. الإبداع دائما يبدأ من الذات، والإنسان الذي يستطيع أن يبدع ذاته هو الذي يستطيع أن ينقل إبداعاته إلى المجتمع، وهو الذي يستطيع أن يثري خياله. هو الأساس، هو أساس الإبداع. لابد من صحوة يا حضرات، ولابد من احترام المشروع الخاص للإنسان ووضعه إلى جانب المشروعات الأخرى ليحدث بينها ما يمكن أن يؤدي إلى سبيكة هي الرؤية الشاملة للوطن. أكثر دولة فيها موارد بشرية مبدعة لديها حق الخيال، ولكنها لا تتمكن من التجمع لخلق الرؤية الشاملة. هل ما فيش مبدع يترجع لنا هذا الإبداع الثقافي اللي ممكن يغير في مستقبلنا ويخلي مصر تطلع تاني زي ما حكمت الدنيا كلها من 5000 سنة؟ كيف نحقق علاقات الالتزام في كل هذه الأمور حتى يكون الإبداع إبداعا بناء، إبداعا محفز، إبداعا يستطيع أن يحقق حراكا بين المجتمع لكي نعود مرة أخرى إلى الذكاء القومي، ونعود مرة أخرى إلى الإبداع القومي، ونعود مرة أخرى إلى مجتمع يبدع ذاته فينهض.